ابتدى نادي الزمالك ان هو يتحرك عشان يحل ازمه تعارض مباراتي الدور التمهيدي الاول من دوري ابطال افريقيا مع السوبر المصري السعودي كاس لاسل بقطر. طبعا قرعه دوري الابطال اوقعت الزمالك قدام اليكت التشادي، والمؤكد حاليا ان الزمالك بيدرس اقامه مباراتي اليكت التشادي في القاهره، خاصه ان الفريق التشادي بيخوض مبارياته القاريه في الكاميرون. وفقا كمان لمعلوماتنا ان النادي التشادي بيرحب بالفكره بس بشرط الحصول على عرض جيد من الزمالك، بناء عليه هيتقدم الزمالك في الساعات المقبله بطلب رسمي. خليني اقول لكم كمان ان بيصل النهارده يوم الخميس لمصر رئيس الاتحاد القطري لكره القدم حمد بن خليفه بن احمد ال الثاني لتوقيع عقد كاس سوبر لاسل مع جمال علام.